نعمل على تطوير هذه الشعبة وفق أسس علمية وعصرية، ونعرف الأماكن التي ينتشر فيها هذا النوع من الزراعة، ألا هو بين قوسين كاكاو القلا، هي دائرة القلا، دائرة الطارف، بلدية أقصد بلدية عين نعسل، بلدية بريحان والعديد من البلديات، يمتهنها قرابة 500 فلاح. نتمنى أن نسير على هذا المنوال لتطويرها بأسس علمية عصرية ومكنناتها من بداية تحضير التربة إلى غاية الجني، ولن يتأتى هذا إلا بتضافر جهود الجميع. أنا مع الشعب تاع الكوكاو، حنا شريط الساحلي هذا ما بداها من القالة العنابة، من القالة العنابة كاين فلاحين ياسر تخدم في الشيء هذا. بالنسبة للفوائد الكوكاو هذا، احنا مكسرات نستعملوه كمكسرات، نستعملوه في الأفراح، نستعملوه في المناسبات الكل، في الأعياد، في رمضان. وبالنسبة للحشيشة تاعو بعدها نستغلها كتغذية الأنعام، ضربها بالية تستفيد منها الأنعام الأبقار. المهم الحمد لله بالنسبة للمادة الكوكاو رانا مستفيد منها، نعم الحمد لله. والعشبة ذي تاع الفول السوداني تتطلب يعني نسبة تاع 80% ماء، تبدا من 15 ابريل حتى 1 ماي حتى 15 سبتمبر، حتى كاين الناس حتى اللي تقعد لاكتوبر ونوفمبر.